للشغب. نتأسف لكون هذا النوع لا زال يقع داخل الملاعب وخارج الملاعب. باش نعرف أن الجمهور المغربي ملتزم وأنه يأتي للفرجة، ولكن سلوكات فردية ومندسة تقوم بهذا الشكل الغير مرغوب، وهو الشكل اللي يسيء للسمعة المغربية، السمعة سمعة المغرب وسمعة الكرة المغربية. للتذكير، فهناك لجنة منكبة منذ شهور فيها جميع الأطراف المعنية بهذه المعالجة، ستكون المعالجة طبعا حسب المخرجات، معالجة قانونية، معالجة تحسيسية، معالجة تربوية، لأننا عندنا هدف مشترك هو إنهاء هذا النوع من الشغب بصفته النهائية داخل الملاعب وخارج الملاعب. بالنسبة للمعركة